نجيب توا الجزائر. الجزائر بور موا سي با ان فافوري. علاش سي با ان فافوري؟ خاطر هذه جمعيه منفوخه اعلاميه معناها صحيح عامله 34 ماتش فهمتني سكسيسيف ما غير ديفيت، اما تحس لي جوارات غروا شويه حتى في لي ديكلاراسيون نتاعهم، اون معناها اروغونس كبيره برشا خاصه من المدرب نتاعهم. ils prennent les gens de haut ولا يحكيوا برشا على روحهم، تقولش راهم يحكيوا على البرازيل 82. راهو حبيت جوست نذكر اخواننا واصحابنا في الجزائر، راهو ما عندهمش زيكو، ما عندهمش فهمتني ولا مارادونا، ما عندهم تيلي سانتانا فهمتني، وجو ليشي والكات دو كات كومباني، باش تهم متفاهمين. بن 70 سي ان تري تري بون اريير غوش مازال في مانشن جلادباخ، عطال كيف كيف مازال في نيس. محرز ما يلعبش ديما وانت تعرف معناها الي براتيكمون لو كاتريام جوا في لي دو اكسونتري. دونك تزير بور بوفوار اسبيري تهز الكان هذه ال دو ريفونير لي بي سور تير. بونجيح مش في احسن حالاته، ابراهيم ريناه في ماتش تونس غفق دقيقه برك دقيقه برك دقيقه برك. امون افي اللي تحكي عليهم انت زروقي وبولايا ونزيدك الثالث اللي هو زرقان، اللي هو كان يكون ذكي برشا ويعمل عليه هو سعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه احسن تزيري سنه باللي ستاتيستيك في ميلان في وست هام. وبن ناصر اللي معاملين عليه تزاير اني نعرف الميلان بن ناصر داباجيلا 4/10 متوسط جدا من اللي رجع من الضربه نتاع عمناوي. داير ماش قاعد يعمل مش قاعد يلعب كيسي يلعب كيسي وتونالي وبعد ساعه يدخل كورونيتش قبل. دونك نحيت هذوما ما نحيتش تزاير ماهيش لو سوبر فافوريك اللي احنا نقولوا هي اولا مور. شكون سوبر؟ سينيغال سينيغال كوت ديفوار.